أنا كان لازم أشكرك على اللي عملته معايا، وقفتك معايا دي ما بتحصلش غير من إنسان محترم خلوق زيك. الله يعزك، بس أنا يعني ما ممكن أشوفك واقعة بمشكلة بدون ما أتدخل. ليه؟ لأنه هذا واجبي. واجبك؟ واجبك يعني أنت أي زبونة تيجي عندك المحل مستعدة تتحبس عشانها، ولما تقع في مشكلة تحلها لها؟ بس أنت مانك زبوني. أمال أنا إيه؟ اسمعي دكتورة. قولي شمس. ماشي. اسمعي شمس، أنا بعمل واجبي مع كل العالم، والشي اللي عملته معك كمان مو بس واجبي، لأنك أنت شمس. صحيح أنت رفضتي طلبي، بس صدقيني كل شي حكيت لك إياه كان طالع من جوا من قلبي. بس الفرق اللي بيني وبينك كبير، كبير قوي. بس يعني صحيح أنا ماني دارس وما معي شهادات، بس أنا كمان يعني. لا يا عمران، أنا مش قصدي أبداً اللي أنت بتتكلم عنه، أنا قصدي طريقة التفكير. أصل أنت متجوز ثلاثة، وأنا يعني بالنسبة لي دي مشكلة كبيرة الصراحة. يعني عمري ما فكرت أني أتجوز راجل متجوز ثلاثة وأكون أنا الرابعة في حياته. هلأ أنت هاي شايفتيها مشكلة، بس صدقيني بكرة إذا صار نصيب يعني أكيد ما راح تحسي بهالمشكلة أبداً، صدقيني. أمي جوزتني أربعة، واحدة ما بتجيب أولاد، واحدة جابت بنتين، واحدة ماتت هي عم تولد، واحدة بالأخير جابت صبيين، يعني شغلة مشربكة، عرفتي كيف؟ هي قصة اللي بيتجوز أربعة. هو الصراحة أنا متعاطفة معك جدا، بس أنا صعب أكون جزء في حياتك. شمس، نحن هيك خلينا نقرب شوي من بعض يعني، وهيك ونشيل الحواجز بيناتنا، يعني أكيد رح يصير عندك في رأي تاني. هو أنا ما عنديش رد، بس هقولك حاجة مهمة جدا. أنت يا عمران إنسان محترم جدا وخلوق، وقعدتي معاك دلوقتي عشان تتعرف عليا، بس جايز لما تعرفني أكتر تغير رأيك. لا لا، أنا ما رح أغير رأيي، وهذا الكلام عم بقول لك يا مو من عقلي، من قلبي. ولا أقول لك هذا الكلام من قلبي وعقلي مع بعض، صدقيني. طيب، في دعوة ليك من والدي عندنا على العشاء، هو قال لي أبلغك بيها، يعني هم عايزين يشكروك يفرحوا بيك. والله بتشرف بتشرف.